سائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين، وشكرا. السادة الحضور، تتوافق هذه الزيارة تزامنا مع ثورة 30 يونيو المجيدة التي غيرت مسار المجتمع المصري إلى الأفضل. وبهذه المناسبة نستأذن معالي الوزير بأن يلقي الأستاذ محمد زايد كلمة الاحتفال ب30 يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر تعالى يا عمر هات الكاميرا كده خلاص عمر يلا يلا يا عمر خلاص